مأزق جديد تواجهه حركة النهضة في تونس بإعلان عدد من قادتها استقالتهم، ما يكشف عن صراعات داخلية وحالة من عدم الرضا عن طريقة تعاطيها مع الشأن العام. من أحدث المستقيلين عبد الحميد الجلاصي، وهو من جيل المؤسسين الذي كان قد وجه في وقت سابق انتقادات حادة وعلنية لرئيس الحركة راشد الغنوشي. عبر الجلاصي في رسالة استقالته عن امتعاضه من الحكم الفردي وغياب الديمقراطية داخل الحركة، وكان عدد من القيادات المهمة داخل الحركة قد غادرت الحركة، ومنهم رياض الشعيبي وحمادي الجبالي وزياد العذاري وهشام العريض وآخرين. ويرى محللون أن أسباب هذه الاستقالات المتتالية تعود إلى فشل الحركة في إدارة خلافاتها الداخلية وعدم قدرتها على تحمل الأصوات الشابة المعارضة لسياساتها في إدارة الشأن العام. كما تأتي الاستقالات بعد السقوط المدوي للحكومة التي اقترحها مرشح الحركة الحبيب الجملي، فضلاً عن التراجع الانتخابي للحركة. ويرى مراقبون أن استقالة الجلاصي ستؤثر معنوياً على صفوف الحركة التي ظهرت نفعيتها في مقابل ما كانت تدعيه من قيم أخلاقية، وهو ما عبر عنه الرجل في رسالة استقالته. حالة التصدع التي تعيشها حركة النهضة تعطي نموذجاً لجماعات الإسلام السياسي التي تظل متماسكة وهي تعمل في الخفاء من خلال الدعاء المظلومية والحديث عن الإرث النضالي، وهي الشعارات التي تسيطر من خلالها على قلوب الأنصار، بينما تفتقد كل ذلك بمجرد خروجها إلى العلن. كما يدحض نموذج النهضة الصورة الربانية والرسالية التي تسوقها الحركات ذات المرجعية الإخوانية عن نفسها لتبرير توظيف الدين، بينما الحقيقة غير ذلك، وهو ما يعترف به الجلاصي الذي انتقد مظاهر الشلالية والعلاقات الشخصية التي باتت تتحكم في قرار الحركة، خاصة صهر الغنوشي الذي بات يتدخل في كل شيء.